يسعد مساكم مشاهدينا ويا هلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مسائي اللي يتجدد في لقائنا معاكم عبر شاشة الراي. تتعدد محطاتنا وفقراتنا لهذا اليوم، نتطرق خلالها للعديد من المواضيع من بينها الآثار والانعكاسات النفسية والاجتماعية للطلاق على الأبناء، وشلون نتجنب الطلاق بصفة عامة مع الخبير الأسري عثمان المحطب. كذلك معنا الأستاذة ريم العيدان مدربة مهارات حياتية، ستكلمنا عن كيفية التخلص من كل ما هو سلبي قد نتعرض له خلال حياتنا. معنا كذلك اليوم استشاري التدريب العصبي أمير محسن، اللي راح يكلمنا أكثر عن مجال التدريب العصبي وأهميته للصحة النفسية. لكن مشاهدينا، بداية ناخذكم مع تغطية لعدسة مسائي للحفل الختامي والجولة النهائية لمسابقة المحاكمة الصورية في نادي القانون الجزائي في جامعة الكويت، وبعدها نستكمل باقي فقراتنا. اليوم احنا عندنا فعالية المحكمة الصورية، نهائي فعالية المحكمة الصورية. المحكمة الصورية لها أهمية كبيرة بالنسبة حق طلبة الحقوق، هي تجعلهم يدمجون بين الواقع النظري والعملي، وهم يعيشون التجربة هنا عندنا على المسرح، تجربة المرافعات. جميع الطلبة المشاركين كانوا في جامعة الكويت كلية الحقوق. طبعا قدمنا دعوة لجامعة الحقوق العالمية كيلو، لكن كان عندهم ظروف اللي هي الامتحانات النهائية فلم يستطيعوا المشاركة معنا، فإن شاء الله السنوات القادمة راح نوفق الوقت ما بين كلية حقوق وكلية حقوق العالمية كيلو، على أساس إنه يكون الاشتراك من كلا الكليتين. أقمنا بهذه المسابقة الجميلة والفريدة من نوعها، وهي سابقة أولى تعطي إلى طلبة القانون قوة في التعامل في الحياة العملية بعد التخرج، فتقدموا مجموعة من الأفرقة وقاموا بإعداد قضايا فعلا حصلت في المحاكم، وقاموا بالترافع أمامنا كمحكمين وأيضا كجهاز قضائي في هذه القضايا، ورأينا مستوى عالي جدا للطلبة، كيفية الترافع، كيفية إثبات الدليل سواء كان مع النيابة أو كان مع محامي المتهمون. فاليوم احنا وصلنا الى اخر فريقين تأهلوا بعد الجولات اللي حصلت، واليوم ان شاء الله راح نعلن بعد المسابقة الفريق الفائز. نادي قانون الجزاء هو نادي مهني في كلية الحقوق، هو خاص بقانون الجزاء. احنا نسهل النصوص القانونية الجزائية على الطلبة، نجعلهم يعيشون واقع التجربة بالنسبة حق الجرائم الجزائية. هناك عدة أفكار بالتوسع في هذه المسابقة، بإدخال بعض الأفرقة باسم مكاتب المحامين، من الجهاز أيضا القضائي يكون أيضا هو بإشرافه على هذه المسابقة. إن شاء الله هذه البداية، وبداية كانت جدا ممتازة وموفقة، ورح ننطلق إن شاء الله بالسنوات القادمة أكثر وأكثر لكل القانونيين الذين يهتمون في هذا الجانب. طبعا الفعالية دمجت بين الواقع العملي والواقع النظري في كلية الحقوق، استطعنا أن نجسد الواقع العملي من خلال مرافعات يقوم بها الطلبة، من خلال تنافس من خلال هيئة الدفاع والنيابة العامة. الإيجابية نعمة من الله عز وجل على الإنسان، من تمسك بها حصل على الخير والنجاح، فعندما تنعدم من حياة الإنسان تصبح عيشته في كدر. كيف لا، والإيجابية تعتبر ضابط الإيقاع ومحور الارتكاز، وعن طريقها يصبح للحياة معنى وهدف. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، الأستاذة ريم العيدان مدربة مهارات حياتية ومتخصصة في التخلص من المشاعر السلبية. حياك الله أستاذة.
مساء الخير. مساء النور. أنا جدا سعيدة في هذا الحديث وبدايتنا في هذه الحلقة أن نتكلم عن الإيجابية، هذه بحد ذاتها طاقة حلوة أن إحنا نستقبلها خلال بداية حلقة اليوم. بداية أستاذة ريم، إذا بنتكلم أكثر عن الشخص الإيجابي، ما معنى أن يكون الشخص إيجابي؟ طبعا أن يكون الشخص إيجابي يعني هذه موسوعة وبحر، كل واحد ينظر الإيجابية من منظوره وفي سلوكه وفي طريقة حياته. نعم. لكن أقدر أقول لك الإنسان بالفطرة سبحان الله من أول ما ينولد من بطن أمه تخيلي بالفطرة بيور هو إيجابي، لكن مع الوقت يبدأ يتبنى المخاوف لحظي ويبدأ يتبنى هذه القيود في حياته، فتتغير حياته من إيجابي 100% تتخلى قيود فبس بإرادته. الإنسان الإيجابي ممكن إحنا نقول هو الشخص اللي مر في ظروف مثلا ويقدر إنه يتغلب عليها ويقدر يطوعها لصالحه. والإيجابي هو الإنسان المتفائل، هو الناجح، هو الإنسان اللي تشوفينه يجذب الآخرين، هو اللي له دائما ينظر لأي مشكلة أو أي تحدي في حياته برؤية إيجابية. نعم. لصالحة طبعا. أتوقع من أهم صفات الشخص الإيجابي هو أن يكون متصالح مع ذاته، عشان كذي ممكن تبين الإيجابية. لكن إذا بنتكلم عن صفات أكثر بالشخص الإيجابي تحديدا، طبعا هو الشخص الإيجابي مثل ما ذكرتي هو له رؤية لذاته، هو متعرف على نفسه من الداخل، في يعيش حالة تصافي، حالة رضا داخلي، عارف هو منه وعارف رؤيته حق نفسه للمستقبل، وعارف أهدافه يكون محددها بشكل واضح. هو الشخص المتزن عاطفيا، هو الشخص اللي عنده استقرار اقتصادي، هو الإنسان اللي يهتم في صحته، هو الإنسان اللي اجتماعيا يلاقي قبول من قبل الناس ويعرف يدير علاقاته مع الناس. فإذا وصفنا الشخص الإيجابي ممكن يعني كثير من الصفات، بس هذه يعني يمكن أغلبها، أنه يكون متزن بالمشاعر ومتخلص من المشاعر السلبية أصلاً. نعم. إذا بنتعرف أكثر على الشخص السلبي، شنو صفاته علشان نقدر نميزه؟ شوفي خلق أقولك، الشخص السلبي هو العكس تماماً للشخص الإيجابي، عكس تماماً. تخيلي مثلاً في مناسبة معينة وعطيتي كاميرا حق شخص سلبي ونفس الشيء نفس الكاميرا حق شخص إيجابي، وتالي قلتي لهم لازم بدليات على الهواء، عادي وقلتي لهم روحوا صوروا هذا الإيفنت أو هذا المناسبة، راح تتفاجئين في كل شخص ورؤيته للصور. تشوفين الإيجابي تختلف النظرة طبعاً، يصورك الفرحة، يصور الورد، الأشياء الجميلة. لكن السلبي يدور وين الوايرات اللي طالعة، وين المشاكل في هذا المكان، وين النواقص، يصورها لك كأنه يحاول يرصدها، يحاول يبرزها أكثر بعد. يعني حتى المشاكل اللي يمر فيها تشوفينه يبالغ فيها. صحيح. لكن أنا أنظر لهم بنظرة أخرى، أشوف أن الإنسان السلبي، أنتوا تسمونه سلبي، أنا ممكن إحنا نسميه بطريقة أفضل، اللي هو يصير عنده أقل وعي بجمال الحياة، هو اللي يكون أقل ثقة من الإنسان اللي نقول عنه الإيجابي. صحيح. هو الشخص اللي تشوفينه متوتر وعنده اضطراب بشكل مستمر. نعم. فيظهر في سلوكه. نعم. ذكرتي شغلة أن لو المثال جميل جدا، لأن احنا قاعد نشوفه حاليا في السوشيال ميديا. نعم. الشخص السلبي دائما ما يصورون العيوب بالأماكن المعينة، التكسير، التخريب، ويتركون كل شيء جميل موجود مثلا في منطقة معينة. لكن تفاعل الناس مع هذه السلبية، هل أقدر أقول الأشخاص اللي تفاعلوا سلبيين أيضاً؟ يعني هم بعد أقول لك شغلة، الإنسان السلبي تجذبه للدراما، تجذبه الأشياء، المشاكل، الحروب، السياسة، الهوشات، مش عارف إيش، تشوفينه على طول ينجذب لها لأنه هو سلبي، يرى المشاكل، فتشوفين تجذبها هذه النوعية من المشاكل. وشلون ممكن نتعامل مع الأشخاص السلبيين؟ مثل ما قلت لك، هم أشخاص قليلين وعي بجماليات الحياة. على فكرة هم ناس قد يكونون إحنا نشوفهم سلبيين، كثيرين التذمر، كثيرين في طرح المشاكل، زحمة،
حر، رطوبة، صح. السياسة، المش عارفة إيش. يعني أتفه الأسباب ممكن يتحلطم عليها. هما من الداخل محتاجين يعني يحاولون يشدون انتباه اللي قدامهم. قد يكونون محتاجين إلى عطف، محتاجين إلى لمسة حنان، تشوفينهم عاطفيا غير متزنين، يعانون من اضطرابات داخلية، يكون فيهم جروح داخلية ما التأمت، عندهم مشاعر وعندهم تجارب إخفاقات مستمرة في حياتهم، فتشوفينه ما يقدر يقول لك أنا يعني عندي اضطرابات، فتشوفينه كثير التحلطم، يبي يشد انتباهك، يبي يشد انتباه الطرف الآخر. فبالتالي إحنا يعني في فئة يسمونهم سلبيين، هم محتاجين إلى انتباه أكثر. قاعد يقول لك أنا تعبان، أنا محتاج، بس مو عارف يعبر حق نفسه، ولأنه مو عارف، مو متعرف على نفسه من الداخل أصلاً، فمو عارف المشكلة في نفسه، فبالتالي إسقاطات، صحيح، ويبدأ يتحرش بالآخرين في أنه هو يبرز المشاكل اللي فيه واللي في غيره. صحيح. إيه والله. زين، هذا الشخص السلبي هل ممكن أنه هو ظروف الحياة أو إذا وصل إلى مرحلة التصالح مع ذات أنه يتحول إلى شخص إيجابي، هل هذا الشيء سهل أم صعب؟ لا، جدا سهل، لأن نحن من نخلق هذه الظروف. في بعض الأحيان يقول لا والله أنا ما قدرت أكمل دراسي لأن ظروفي صعبة، أنا ما قدرت أوصل للاجتماع لأن أنا ظروفي صعبة، لأن الشارع زحمة، لأن مش عارفة إيش ما خلصت، فمعاملات و دائما يحاولون يدورون شماعة. نحن من نخلق هذه الظروف، لكن بتحقيق الأهداف الواحد يكون متزن ومخطط لحياته، فيقدر يحول نفسه من إنسان سلبي أو نقول قليل الوعي، يزيد عنده الوعي أكثر، بحيث أنه يعرف المسببات لهذه المشاعر السلبية اللي يعاني منها، وشنو مشاعره لما يسلك هذا السلوك القليل الوعي أو بين قوسين السلبي. نعم. إذا رحلة التغيير هذه من شخص سلبي إلى إيجابي، هل يفضل أن يخوضها الشخص بروحه ولا لازم يكون شخص إيجابي معه طول الوقت؟ هو على حسب الحالة وعلى حسب العادات اللي يكون هذا الشخص هو متبنيها، بحيث تبرز منه هذه النوعية من السلوك. مثل ما قلت لك، هما قليلين الوعي بجماليات الحياة، قليل الوعي في إدراكه للمشاكل اللي هو يمر فيها والمسببات، فبالتالي يحتاج إلى وعي إضافي، يا أما يلجأ إلى شخص متخصص بحيث إنه هو يقدر يلمس الجرح ويقدر ينقله من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أو إنه هو يحاول، لازم يجتهد وايد. نعم. بحيث أنه هو يطور من نفسه من الداخل، بحيث يوصل لمرحلة أكثر وعياً بذاته، وتغيير العادات هذه والمشاعر السلبية هذه اللي أصلاً مو قاعد تفيده في حياته. صحيح. أصلاً، فيحاول أنه يتخلص منها، to let go. صح، هذه أهم شيء. إي والله، غنوها بفروزن let it go. let it go. لازم يطوف هذه. صحيح. المشاكل. صحيح. السلبية، الحياة. صحيح. ما راح توقف بهذه المشاكل ولا هذه الظروف. نعم. السيئة. احنا مستمرين في الحوار معاك استاذة، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ومستمرين في حوارنا مع الأستاذة ريم العيدان. يعني تكلمنا أستاذة قبل الفاصل عن خلينا نقول الشخص الإيجابي والشخص السلبي، وطلعنا صفاتهم، لكن التعامل مع الحزن يظل أصعب. نعم. يعني التعامل مع اللحظات السعيدة تستمتعين فيها، فيها متعة، لكن الحزن في تعب، في ألم، في وجع، الواحد ينهد حيله مع الحزن. خلينا نقول شلون ممكن الواحد يتعامل مع هذه المشاعر بذكاء. مثل ما قلتي، الحزن هو أحد المشاعر السلبية، عكس الفرح. أوكي، إحنا نستمتع بالفرح، لكن بالحزن تشوفين الواحد يحتاج وقت أكثر من شخص إلى آخر. هذه المشاعر السلبية يحتاج عديد من التدريبات والعمل عليها. إش كثر أنتي كنتي حزينة تحتاجين وقت نفسه علشان تتخطينه.
طبعا احنا بشكل يعني شو اقول لك، من وقت لوقت قاعد نعاني من مشاكل الحزن او المشاعر السلبيه، الحزن ممكن الفقد، فقد علاقه شخص يعز عليك، تفقدينه في علاقه، موجودين هم بالحياه معانا، وفي مثلا حاله الفقد شخص يتوفى. صحيح. فبالتالي نحتاج وقت، فاحنا عندنا هني شوي شغلات مس اندرستاندينج او شوي سوء فهم. تشوفين لما يكون شخص يمر في هذا النوع من المشاعر السلبيه او الحزن يحاول انه يقاومها، او احنا نوجهها بطريقه غلط، خصوصا ما يكون اهلنا، الناس يحبونا، ربعنا، خليك قويه. صح. لا ليش تضيق خلقك، ليش مش عارفه ايش. أنا أقول لكم استمتعوا بالحزن. هذا النوع من المشاعر السلبية يحتاج لتأني وروية. استمتعوا بالحزن. لازم تعرفون المسببات، سواء كان حالة فقد يعني علاقة خسرناها، صديقة، زميلة، whatever، أو حالة فقد بحالة وفاة. نعيش اللحظة وعقبها نبدأ بالتفريغ، عملية التفريغ. أحد عمليات التفريغ اللي هي البتشي. صحيح. فبالتالي لما الواحد يكون فاهم الموقف صح، عارف أنه هو يعيش هذه المرحلة من الحزن، ومن عقبها يبدأ بالتفريق عن طريق الكتابة، عن طريق أنه مثلا يروحك شخص متخصص يتكلم معاه عن هذه المشاعر السلبية، الحزن، وشلون يقدر أنه هو يرد يعيد بناء حياته بشكل جديد، سواء كان يعني من بعد فقد حالة وفاة، أو من بعد فقد اللي هو العلاقات العاطفية، من بعد الانفصال. نعم. من بعد كثير صداقات يشوفينهم مع بعض وفجأة انفصلوا، فيحز بنفسها. صح. يحتاجون وقت طويل، فأنا أقول لهم يا جماعة استمتعوا بهذه المشاعر من الحزن، ثم تعيشون حالة من التفريق لهذه المشاعر السلبية، الحزن، ولا تستعجلون على نفسكم. كل واحد يختلف من شخص إلى آخر، في واحد يأخذ له يوم، في واحد يأخذ له شهر. صح. في واحد يأخذ له سنة كاملة. وتوقع يختلف من المرأة إلى الرجل. صح. لأن المرأة شوي تأخذها العاطفة أكثر. صحيح. لكن على فكرة يمكن الرجل يأخذ وقت أطول. يأخذ وقت أطول. صحيح. إيه. المرأة تشوفينها من السهل بالنسبة لها لما مر في حالة عاطفية من بعد انفصال أو بحالة وفاة، من السهل بالنسبة لها أنها تبكي، تفرغ. صح. تسولف مع أهلها، مع صديقاتها، في حالة التفريغ، وتشوفين عندها إعادة الحياة من جديد. أوكي. تقدر. الرجل أيضا يقدر، لكن مرحلة التفريغ أو إن الاعتراف في مرحلة الفقد هذه تشوفين شوي يقاومها. أنا ريال، أنا قوي. صح. فهذه المشاعر تحد أنه هو يعيش حالة التفريغ، فيسرع من التشافي من المشاعر السلبية. نعم. إنزين، بالنسبة للمرأة تحديدا، خلينا نقول المرأة اللي انفصلت عن زوجها، أو أن زوجها توفى وعندها عيال، ما تبي تأثر على عيالها من خلال تنفيسها، أو أن هي تعبر عن طاقتها السلبية وتطلعها، ما تقدر تبكي قدام عيالها، تبي تكون قوية علشان هم يكونون أقوياء بنفس الوقت، شلون ممكن هذا الصراع هي تقدر تحله؟ والله أنا أقول خليك طبيعية، وخليها تعلم عيالها كيفية عملية. شوفي، احنا لا ننكر الحزن هو احد مشاعر الانسان، يعني ما في انسان 24 ساعة بس يضحك وانا قوية. صح. وانا ما يضرني شيء. لا، خلي عيالك يفهمون ان احد المشاعر اللي الانسان يتمتع فيها نعمة، الله اعطانا هذه النعمة، المشاعر السلبية ومشاعر ايجابية. صحيح. فليش مثل ما نعترف بالمشاعر الايجابية والفرح والوناسة، عرفتي، والحماس والشجاعة. صح. نعترف فيها وبكل فخر. صحيح. أيضا خلينا نعلم عيالنا أن هناك مشاعر سلبية. طيب أنا الحين بنتي مثلا موجودة معاي، وقاعد أقول لها أن في مشاعر سلبية، يحق لك تزعلين، يحق لك أنك تبكين، يحق لك أنك تفرغين، تقولين أنا زعلانة، أنا حزينة. خلونا نعلم عيالنا ان هذا جزء من حياتنا، جزء من شخصيتنا، جزء من انسانيتنا، انه مخالف. عبروا عن مشاعرك. تقدرين. صح. تبكين، علموا الولد من يوم هو صغير لما تكون حزين فرغ هذه الطاقة. وقول انا حزين. تعال انت ليش حزين. في بعض الاطفال مثل اولياء الامور تشوفين الطفل ينزوي في حالة معينة. اوكي. يتقوقع وتقول لك انا ما ادري ايش في ولدي. اي
لأنه هو ما تعود يجي يقول لك أنا حزين، ما تعود يبكي خليك ريال صح. لا تبكي عرفتي؟ فيكتم عرفتي؟ فما يقول خلونا نصير طبيعيين في بيتنا مع عيالنا، خلونا نعلمهم أنا شجاعة، أنا قوية، أوكي أنا حزين، أنا أبي أسولف، أنا أبي أفضفض، أنا أبي أقول، أبي أعيد الحوار. على فكرة ترى كل ظرف، كل مشاعر سلبية يخليك تكتشفين جانب جديد من شخصيتك. الجانب هذا الجديد من شخصيتك هو مفتاح للمرحلة المقبلة للاتزان لمعادلة السعادة. صحيح. أنا أفهم شخصيتي الحين. أنا أعرف لما أمر في حالة فقد أعرف شلون أرد أعيد اتزاني. إذا عشت في حالة فقد الحين أوكي هذا شيء ما نتمناه، بس هذه الحياة نعيش حالة حزن. صحيح. فبالتالي أكتشف جانب من جوانب حياتي أوكي، وبالتالي يكون عندي مفتاح لو مريت في ظرف ثاني راح تعرفين تاني. أنا عندي مفتاح أوكي، طبعا ظرف مختلف، الفقد الحين غير الفقد بعدين، لكن أقدر أن أنا عارفة نفسي، عارفة ذاتي من الداخل. فمن السهل جدا أن أنا أرد أعيد الاتزان لحياتي وأعيشها بكل راحة وأكون طبيعية بالأساس. ما أتصنع، ما ألبس قناع، ما أقول أن أنا قوية، كوني قوية لكن من بعد، قوية من الخارج ومن الداخل. عقب ما تعرفين على نفسك وعلى ذاتك بحيث تكونين قوية وأنت كذي مرتاحة ومستمتعة. صحيح. ويبين على الوجه سبحان الله طبعاً الشخص طبعاً. الإيجابي والمصالح مع نفسه من الداخل يبين على وجهه وعلى تصرفاته على طاقته اللي صحيح. يعطيها للناس. كل هذه الأمور أتوقع هي عوامل ترى يبين وتوصل الطاقة طبعاً. لأن أحد أساليب التواصل مو بس ترى الصوت، حتى بالفايبريشن الطاقة هذه ترى وارد. مش ضروري نحط صورنا بالميديا وبالإنستغرام وبالتويتر ونكتب إن إحنا سعيدين وا 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 وا. خلوها تكون حقيقة، خلوها تمثل شخصيتكم صح. خلوها تمثل رسالتكم للحياة. يعني كثير أسمع أن أنا برا أكون سعيدة وأضحك، لكن لما أرجع في بيتي يصير لي مالي خلق وأنزوي، مالي خلق دراستي صح. مالي خلق كل الأشياء. فليش؟ شنو هذه المشاعر اللي أنت تعانين فيها من الداخل؟ أظهريها للخارج، خليها تطفح وخلينا نعرف شنو مسبباتها وشنو السلوك اللي تسلكينه، شيء اللي أدى حق هذا الموضوع صح. فتفهمين نفسك. فبكل بساطة كوني كما أنت. يعني خلونا على فكرة بعد حتى العيوبنا، كل إنسان فيه مزايا وفي عيوب طبعاً. ليش ما نخلي هذه عيوبنا هي الكحل، هي من ضمن بروازنا لشخصيتنا. فبالتالي أنا عارفة نفسي، عارفة مميزاتي وعارفة عيوبي. نعم. فيميز من شخص إلى آخر، كل شخص بصمة مختلفة. صحيح. طيب أستاذة، إذا بنتكلم على موضوع شلون نعزز السلوكيات الإيجابية، يعني أنا أبي أن طاقتي الإيجابية تزيد، أبي أن أنا أكون متحمسة أكثر للحياة، شو ممكن أنا أعزز هذه الطاقة الإيجابية؟ طبعاً الإنسان الإيجابي يبين من سلوكه الصادر منه، يبين من توجهاته، يبين كذي كله لمعة، إقبال المجتمع عليه، فرصة في الحياة أكثر. فبالتالي عشان تعززين من إيجابيتك لازم تفهمين نفسك من الداخل. لازم تحطي لك أهداف. لازم تحطي لك الله يسلمك عادات. تغيرين عاداتك السلبية إلى عادات إيجابية. يكون عندك التحفيز عالي. طبعاً علاقتك، طبعاً كلامي هذا كله تاج الكلام اللي قلته، علاقة الفرد أو العبد مع ربه. نعم. تواصله مع نعم. صلته في ربه. صحيح. جدا مهمة. كثير من الحالات يوني قد يكون الحل لهم إنه بس إنه يلتزمون في صلاتهم. تشوفين الشخص اللي ما يصلي ترى يكون فيه رجفة من الداخل فتظهر بالخارج. نعم. فعلاقة العبد بالرب مهمة جدا في الحياة. يعيد للتوازن في حياته، التوفيق والبركة، الروحانيات. كذلك ينعكس على كل قطاع خلينا نقول في حياتك. صحيح. ودور الرياضة دائما طبعًا. ما يقال أن ممارسة الرياضة تطلع كل الطاقة السلبية وتخلي الإنسان يحس بإيجابية. الرياضة مهمة جدا، مثل ما قلت لك البالانس اللي هو الاتزان، من ضمن الاتزان اللي هي الصحة. الصحة يعني أنا صحتي، جمالي، رونقي،
هذا طبعا عن طريق الصحة وتدريب. طبعا الكل عارف أن الإنسان لما يمارس الرياضة بشكل يومي أو على الأقل مينيموم 3 مرات بالأسبوع يفرز جسمه هرمون السعادة. نعم. أولا يخفف وزن، يزيد لياقته، يفرز هرمون السعادة، فبالتالي يعيد للتوازن. حتى الناس اللي يكونوا دائما مشغولين وبالهم مش يعني دائما تفكيرهم يكون مشغول، ترى يدخلهم حق منطقة ثانية يضيع، فبالتالي ما يعرف يخطط حق حياته، تتداخل عليه الأمور. صحيح. فشون يرد يعيد صفاء لذهنه؟ صحيح. إنه يمارس الرياضة. فتشوفين عقب الرياضة في بعض الأحيان الأفكار الصحيحة توصلت وأنتي قاعدة تمارسين الرياضة، لأن خلاص الذهن صار صافي. وتأثير ديكورات البيت طبعا أنا مو شغلي ولا متخصصة في الديكور، بس أكيد طبعا. صحيح؟ طبعا لما تدخلين مكان تحسينه نظيف ومرتب يأثر على النفس أكيد. نفس لما نروح صالونات تدخلين يعجبك ترتاحي له، يكون ديكوره حلو أكيد طبعا. شيء مهم. صحيح. جدا الديكور. صحيح. نبي نصيحة منك لمشاهدينا، شو ممكن أنه هو يغير عاداته السلبية إلى إيجابية؟ طبعا كل شخص مختلف عن الثاني، فهو بصمة. ف يعني ممكن نعطي نصيحة كذي سطحية. لازم كل شخص يبدأ بدل ما يستكشف ذاته، وهذا ياخذ وقت كثير ويحتاج إلى متخصصين لاستكشاف ذاته. أنا أقول ابدأ برسم رسمة وتحقيق أهدافك، ارسم حق نفسك شخصيتك للمستقبل. أنا إيش راح أكون بعد 5 سنين؟ إيش راح أكون بعد 10 سنين؟ صح. هذه الهدف اللي أنت رسمه ابدأ بتحقيقه. بدل ما تضيع وقت باستكشاف ذاتك، ارسم صورة لنفسك وأبدأ بتحقيقها من الآن. نعم. نعم. كل الشكر لك أستاذة ريم العيدان، مدربة مهارات حياتية ومتخصصة في التخلص من المشاعر السلبية، على تواجد معنا اليوم. مشكورين على هالدعوة واستمتعت معاكم. شكرا لك. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. لا شك في أن قوة التغيير الذي يحدثه التدريب العصبي في بنية الدماغ، وأن بعض طرق التدريب تجعل الإنسان مقاوماً للإجهاد العصبي. يمكن لمثل هذه التمرينات من ناحية المبدأ تحسين الصحة العقلية والجسدية للإنسان. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا استشاري التدريب العصبي أمير محسن. حياك الله أستاذ. حياكم الله. شكرا على استضافتكم. أتوقع هذا الموضوع ممكن الناس للحين مو فاهمينه أو للحين ما وصل لهم المفهوم هذا عدل. نعم. بداية أستاذي لو نتكلم عن ما هو التدريب العصبي. التدريب العصبي يعني علم غير معروف عندنا بالعالم العربي. احنا 2 في آسيا فقط والحمد لله رب العالمين، 2 بالكويت. علم واسع، ما في سنين معينة الواحد يدرسها، لأنه هو علم الحركة والأعصاب، يدخل بالعيون، بالمشية، بالعضلات، بالعظام، بالأعصاب، بالمشاعر. يعني نقول هو بحر. أي. الإنسان هو بروحه بحر عميق جدا. فعشان نوصل حق مشكلة الشخص، عشان تنحل المشكلة محتاج نعرف شوية عن الباقرام ماله. يعني ممكن الشخص يقول أنا ما أدري شنو مشكلتي، أنا قاعد أروح حق الأطباء كل شيء طبيعي، أو بعيد الشر يكون عنده مرض معين بس قام يعاني منه سنوات طويلة وقاعد يأخذ أدوية ومو قاعد يحس بالحالة هذه. فدائما إحنا نقول إذا عرف السبب بطل العجب. فإحنا العلم أنه يبحث عن السبب للحالة اللي الشخص تسببت فيه المشاكل هذه. لكن لما إحنا قاعدين نشتغل عشان لنفرض تصليح شيء معين سواء كان جسدي أو عقلي أو نفسي، وايد شغلات تتغير معه. الناس دائما إحنا عندنا مشكلة، الناس دائما مكلبة بشغلة تعتقد أنها صح. سواء كان عادات، سوء تغذية، غيره غيره. فمتى ما يهد اليمرة هذه هني يكون هو جاهز أساس أنه يتغير حتى نفسيا حتى جسديا. صحيح. فالتدريب العصبي هو يعتمد على حركة العضلات والهذا.
فشوفي الإنسان، كل إنسان فينا الحين كلنا دون استثناء، وحتى يا ريت مشاهدين، خلي غمض عينه ويمشي 10 خطوات بس وهم غمض عينه، ما راح يمشي سيده، صح؟ راح يشوف والله يا ماخذ يمين يا ماخذ يسار، صحيح. طيب ليش؟ فهني هذا شغلنا يصير هنا، عرفت شلون؟ فالريل احنا نقول الريل زعلانه، اكو ريل تصعد فوق والريل الثانيه تحت. طيب ليش زعلانه؟ خلي يروح حق احد يسحبها حقه، اوكي ترجع ثلاث ايام اربع ايام ترجع، لان في سبب رئيسي. ومعظم مشاكلنا كبشر احنا صارت مشاكلنا من يوم احنا عمرنا يوم الى مرحله المراهقه. نعم. كلنا نزفينا، كلنا اكلناها من اهلنا طبعا، كلنا من المدارس غيره وغيره وغيره، فهذه التراكمات كانت صغيره مو حاسين فيها. لكن من نوصل الاربعينات تبدي تتبطل. حتى مساكين البنات يعني كل بنيه وهي تمشط لعبتها تلعب وياها تحلم انها تكون عروس، يلها الفارس بالحصان الابيض. الواقع اللي احنا عايشين فيه غير، لان بنت لها خيال، بنت لها خيال كبير. انا دائما اقول انا الوم ديزني لاند بهذا الموضوع. شكرا والله، حتى قبل ما كان في ديزني لاند كان في قصص يعني سندريلا وغيرها. بالضبط. فمشاكلنا هي الاكثر شيء مرحله الطفوله، صح؟ يعني الكلمه محسوبه علينا ترى، يعني كابهات احنا لازم نكون وايد حذرين. كلمه غبي احنا خلينا يعني هذا الكلام زين، ماكو شيء اسمه ديسلكسيا. احنا بالتدريب العصبي ما عندنا شيء اسمه ديسلكسيا. الواير هذا مو راكب صح، لان الواير هذا ابوه اذاه ولا امه اذته بكلمه، او اخوانه او خواته يعني. هذا مسكين يكون في فارق سن معين ما له مخلوق ما ينتبه له، اكيد راح يحس اني منبوذ، فراح افكر تفكير غير عن تفكيرهم. مو معناته انه هو غلط، بس خلاص قاعد يشوف يقرا ما يفهم. فهني وين المشكله؟ المشكله ليست عقليه ولا نفسيه، هو طريقه طريقه تدريسه تكون غير بس. فيكون الاديوكيشن حق الاهل مو حق الولد. الولد بمجرد ما او البنت خلال اسبوعين راح يشوفون كل شيء غير، وتطلع انه هو مو عناد، لان كل ما طلب شيء ينرد، كل ما طلب شيء ينرد، كل ما يطلب شيء ينرد. طيب خلاص هذا بنى عنده بعقله اي شيء راح اطلبه، اي شيء راح اجتهد فيه ما راح يصير، ما حد رد عليه، صح؟ خلني كذي، صح. فهذا الموضوع يعني يبنى على طاري معين، وهو ان مرحله الطفوله نفسها هي من اهم واصعب المراحل وايد. فيها تاسس الطفل للمستقبل وايد. اكشلي الاعتماد كله، حتى بالاسلام عندنا يقول لك انت من سنه الى 7 سنين يلعب، بعدين من 7 يعني ما عندنا طق. ترى التربيه حتى الطق مو الطق اللي الناس قاعد تطقه يا جماعه، ايه تاديب. احنا لا، عندنا تعذيب حق الطفل. التعذيب على فكره الارهاب، احنا ككبار كلمه صغيره ممكن تاثر. الحين مو بالكلام وانا قاعد، حتى لو تدزينها بالواتساب، صح؟ شو يصير بالشخص اللي هناك؟ صح، مخه يروح ويلعب وغيره 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 وغيره. فالانسان عباره عن محيط اكبر من محيط. يعني كلمه صاعده كلمه نازله، طيب ايش حق الكلمه هذه صعدتها؟ وايش حق الكلمه هذه نزلتها؟ هذا الحكي. لكن هني حتى احنا ندخل بالمشاعر، عندنا شارت كبير على المشاعر سواء كانت سلبيه او ايجابيه. الحين وايد ناس يقول لك انا كلمه حلوه تكون كلمه ايجابيه لكن ما يتقبلها. اي صح، انا ديب 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 انسايد، لما كل واحد يقعد مع نفسه يحس انه مثلا يقول انا مو كفو، ما استحق، ما طيب ليش؟ ارجع حق ذاك المكان ما يتذكر. اي يعني لما نشتغل نقول ايش صار معك عمرك 5 سنين؟ اي ايش ما راح يتذكر، صح؟ ما راح يتذكر، صح. اقول له روح صار معك كذي كذي كذي، شلون؟ عن طريق احنا كل شغلنا عن طريق العضلات. فالذاكره مو بس بالمخ، كلها ستورج يصير مالها بالعضلات، عضلات الجسم. هذه نفس موضوع مثلا الريحه اللي ترتبط في مكان معين، نعم، والطعم اللي يرتبط فيه ايضا بالضبط، اشخاص معينين بالضبط. هذا المال فاكتوري عندنا بالمخ هو اللي مسؤول عن الشغله هذه. مثلا تروحين بيت خالك، شميت ريحه بيت خالي، صح؟ تتذكرينها عقب 25 30 سنه لحد الحين تتذكرينها. فعموما احنا علاجنا شلون؟ نروح حق المشاعر، يعني حتى شغله هي ما فيها مشاعر، انا معدتي تعورني ولا ولا ظهري يعورني، كله مربوط بالحاله النفسيه. الا اللهم اذا كان حادث او شيء اخر. جميع الامراض عندنا، اي نوع من الامراض، حتى لما كانت وراثيه، حتى لو كانت وراثيه تقدر تتوقف. هل نغير الجينات؟ لا، ما نغير الجينات، احنا جيناتنا واحده. لكن شنو نسوي؟ يصير في تعديل الجسم او عقله او جسمه مو قاعد يتفاعل مع الجينات مالته بالطريقه الصحيحه. فكل اللي نسوي ريدايركشن، يشيل الواير هذا نحطه هنا. مو بالكلام على فكره، احنا يعني علمنا احنا مو بالكلام، لا، الجسم كله. هل في تمارين معينه؟ يس،
احنا تدريبنا كله على التمارين مو تمارين رياضيه. الحين مثلا نشيك على واحد ايده قويه كذي، طبعا احنا هذه كتجربه يعني كل شيء، حتى الاصابع، حتى الريل يعني لما تلف كذي هذه تعني لنا شيء الاصابع. وبعدين احنا قاعد نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صح؟ التسبيح. احنا بكل فقره بهذا الاماكن هذه في نسميه يعني ربط بالاعصاب. فاحنا قاعد نقول سبحان الله، قاعد نسوي له توكيدات بالاعصاب وقاعد نقويها. لكن يعني للاسف شديد انا اتعلم هذا من ناس لهم مسلمين ولا غيره، عرفت شلون؟ ف لكن ما نلوم احد، نلوم نفسنا احنا ما كنا نعرف. لكن العلم ما ينتهي. كذلك يوصل حتى للاسنان عندنا، لان كل سن عندنا يواصل بالاعصاب معينه. صحيح. شو اقول لك، بحر. يعني هذا العلم تحديدا شنو اساسه؟ منو اللي قدمه؟ اللي قدمه طول عمرك، اول شيء بالبدايه هو كان كينيزيولوجي، اسم العلم علم الكينيزيولوجي. اندرو فاريتي هو مؤسس علم التدريب العصبي، كان كينيزيولوجي قبل. لكن ما شاء الله عليه مخعود. قال لهم اكو وايد اشياء نقدر احنا نضبطها. فهذلاك رافضين، عارف اللي لا. قال لهم خلاص مع السلامه. فدخل في العلم الصيني اللي هو الطب الصيني، دخل في علم الهوميوباث، دخل في علم الكيرولوجي، دخل في علم الارديولوجي، ودخل في وايد شغلات. الى ان الحين اصبح هو صار في جامعه باستراليا وجامعه في ايطاليا. جامعه بالمانيا. فاحنا نفذنا قبل ما كان يعني كنا بس نروح لناخذ الدورات، ناخذ الدورات عنده. الحين لا، اللي بيدرب يعني بيدرسها بالشهاده لازم يدش الجامعه. بس ان شاء الله احنا يعني في هو قاعد يعطي دورات يوم واحد مثلا. شخص عنده مشكله بالجهاز الهضمي يعطي دوره، او بالعلم التدريب العصبي في دوره شلون تسوي ريست حق الجهاز الهضمي. ما اصلح شيء، بس اسوي له ريست. اذا الواحد عنده مثلا ولده، عرفت شلون، مو راضي يفهم، نعطي نقاط بالجسم وبالراس بس يمسكونها لمده 30 ثانيه بس بترتيب معين. خلال اسبوعين راح يشوف فيه تغيير. طبعا الناس هم على بالهم تغيير يصير كذي. لازم نشوف، يبي له صبر. لا 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 لا، نلاحظ يعني الام اكثر شيء هي تلاحظ اكثر من الاب، تشوف سلوك الطفل شلون قاعد يتكلم. راح تشوف معاملته مع الناس تغيرت، معاملته مع نفسه تغيرت. الحين هي حق مشاكل الكبار، مشاكل الكبار معروفه، فلوس، قرض، ريلي، مرتي، العيال. صحيح. تسبب ستريس كبير. طبعا. طيب انزين، اذا انا بعيش بهالستريس وعمري 30 سنه 40 سنه راح يصير اقوى، 50 سنه راح يصير اقوى. طيب لمتى؟ يعني ودنا احنا كثقافه يا جماعه خلونا ما نعصب. ودنا بالصيف وانت بالشتاء طالع من الدوام ما حد يدق هرنات. طيب انت هذا تكنيك لازم تعلمه. لازم مثلا يقول لك انا ما اؤمن بهالسوالف، والله العظيم ادري. لا تؤمن، انت بنفسك حط اصابعك جرب بس. اي يبقى بلاش روح. انتوا بس تعلموا، قاعدين نحط وايد شغلات باليوتيوب، بس شوفها وطبق. اي انت حكمت انه يشتغل ولا ما يشتغل بكيفك. زين شنو اللي يثبت ان هذا الشيء نفع معي ولا ما نفع معي؟ حط كل مشاكلك بورقه. انزين كلها 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 كلها. وحط قدامها كم النسبه المئويه مضايقتك الحين بالوقت الحالي. سوي التمارين هذه شهر وخش الورقه، ما تقعد تغش. وتعال عقب شهر طالع وشوف شو اللي تغير. هو طبعا ما راح يحس انه في تغيير، صح؟ بس لما يشوف الورقه يقراها، اوه يعني وايد دروب، لان هي ما تشتغل على شيء معين، تشتغل على الحاله العقليه، الحاله النفسيه، الحاله الجسديه، القوه نفسها. وكذلك هي الحاله الروحانيه، لما نتكلم احنا الحاله الروحانيه الواحد يكون راضي. صح. احنا كلنا مو راضيين. اي كلنا تحلطم. مو كذي، لا فعليا احنا عندنا ثقافه مو راضيين على شيء. صح. ديننا الاسلامي يقول لك استسلم. طبعا. نعاند. زين على طول وقت متى قاعد تجي وتطق الطوفه وتطق لمتى؟ ما هو درس لازم تعلمه. اكو شغله مهمه اللي هو النمط، انسان دائما يمر بالنمط نفسه ونفس الغلط. أيه؟ بس مع ناس ثانيين نفس النمط مع ناس زين. انا ليش فيني يا ربي؟ ربي قال وما ظلمت انما انفسكم تظلمون. انت قاعد تسوي نفس الغلط مع شخص ثاني، اختلاف الاشخاص، ما تعلمت من درسك. طيب احنا الدرس ما تعلمه مني وطريق، لانه مو فاهم اصلا، ما يبي يشوف. جد يعني احنا نشوف بعيوننا بس مو قاعد نشوف بقلوبنا. صح. ترى فعليا احنا قاعد نشوف بعيوننا بس قلوبنا. زين افتح قلبك وروح سامح. على قولة وايد ناس، الله يسامح والله غفور بس انا ما سامح. طيب انت قاعد تشيل الحمل هذا معاك ليوم الدين. صح. ورب العالمين ايش قال؟
إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. أنا مو هني مرشد ديني بس هذا الواقع. صح. هذا الواقع. جهازنا العصبي أعصابنا يعني حتى المشاهدين وحضراتكم إن شاء الله يا ريت بالبيت تسوي لكم تمرين بروحكم كذي أساس لا حد علمنا شو نسوي. أي مثلاً تذكري سالفة ما تحبينها. يا كثرها. زين. بسرعة معدتك تسكر. بسرعة هني يسكر. زين. أوكي. روحي حق الحدث نفسه. شو اللي صار؟ شنو؟ يعني تذكري فلان قال فلانة قالت كذا كذا تلفون غيره. زين. هني كل اللي قاعد أقول من قلبك من قلبك داخل داخل سامحتكم وأنا راضية باللي صار بس أنا ما راح أشيل الشغلة هذه معي طبعًا ما تصير هي بيوم وليلة. إيه لازم تكون عن اقتناع كامل. إحنا عندنا مشكلة بالمسامحة. إيه في عزة نفس. مو عزة نفس هذه يسمونها الإيجو. إيه الإيجو. الإيجو عالي عندنا. صح جدا. لكن الإيجو هو مخلوق من رب العالمين ما تقدر نشيله. إيه. لأن بعض مرات ينفعنا. يعني واحد حاط مسدس على رأسي بقول له أنا مسامحك صعبة شوية. إيه. صح. إيه. فهني لازم الواحد يدافع عن نفسه. صح. بس لازم نعطي حجم حق الإيجو. كثر ما نعطي حجم حق السلام اللي فينا. فنقول يا رب العالمين يعني في موجة عالمية يا رب العالمين قاعدة تتطور وأكو وايد ناس قاعد يحسون فيها. 2018 رب العالمين بيده كل شيء. صح. وكل شيء من رب خير. صح. لكن 2018 لباب حق الخير والتغيير للناس لأن حتى اللي مو قاعد يتغير الحين ما يبي يغير أفكاره ما تكلم عن أفكاره غلط ما قامت تناسبني. أنا ما قاعد أتكلم أشياء دينية أو شغلات كذي لا أشياء أنا قاعد أسويها غلط ما قامت تناسبني. إيه. مو مقتنعة والجيل الجديد اللي طالع اللي وايد ناس الجيل الجديد أذكى منه. صح. الجيل الجديد وايد متقدم. صح. عندهم معلومات بس نقول لهم فتحوا لهم المجال. صح. لا تمسكونهم. صح. خلوهم يفتلتون. وسلامة عمرك هذا الموضوع. الصراحة خذيتنا في عالم آخر خلينا نقول هذا العلم فعلا هو علم ممكن انه هو يكون متقدم حاليا عن المجتمع لكن اتوقع مع اجتهاداتكم ونشركم لهذه المعلومات ممكن المجتمع يكون اوعى في المستقبل من هذه الناحيه. كل الشكر لك استاذ امير محسن استشاري التدريب العصبي على تواجدكم معنا اليوم. شكرا بارك الله فيكم. شكرا لاستضافتكم. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. قد يلجأ الزوجان إلى الطلاق نتيجة للمشاكل أو الظروف التي جعلت من حياتهم معا أمرا مستحيلا ومما لا شك فيه أن الطلاق هو ليس بالأمر السهل على كلا الطرفين ويكون الأمر أكثر صعوبة في حال كان عند الزوجين أطفال فيكون هؤلاء الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للتأثر النفسي والسلوكي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الاستشاري الأسري الأستاذ عثمان المحطب. حياك الله أستاذ معنا. نورتنا في استديو مسائي أكيد ودائما الحديث معك ممتع خاصة في هذه الأمور الأسرية اللي ممكن أن هي تكون فعلا عائق لدى بعض الأسر. لكن بداية أستاذي لو نتكلم عن أسباب الطلاق حاليا شنو هي؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أسباب الطلاق عديدة قد يرجع بعضها إلى الزوج أو إلى الزوجة أو كلاهما أو أسباب خارجية. يعني بنعطي أسباب سريعة على سبيل المثال عدم التنشئة الاجتماعية للمتزوجين. نقول عن الزواج تنشئة إيجابية خلينا نقول. نعم. إحنا مهملينهم طول العمر بعدين حطيناهم قدام الزوج أو قدام زوجة بعدين نقولهم تصرفوا ما عندهم ذيك الخبرة. الشغلة الثانية سوء الاختيار يعني لا الزوج اختار زوجته بطريقة خلينا نقول إيجابية أو علمية أو كذا ولا الزوجة اختارت الزوج بطريقة مناسبة. صحيح. الوالدين جمعوا بينهم ما سألوا عن بعض تجربة جديدة بنصير ريايل بنصير ربة بيت خلاص موافقين. والبنت عادة تجاوب على استحياء والولد يقول لأمه كيفك فما وصلنا إلى اختيار إيجابي. إيه؟ عقبها ندخل في قضية التوافق ما في توافق بين الزوجين. صح. التوافق إما يكون توافق نقول بالعمر أو توافق في الثقافة أو توافق في الخلفية الاجتماعية. طبعا. أو توافق المادي قضايا كثيرة ما بينهم توافق فتبان
القضية هذه الخلافات بعد ما نبدأ الزواج، فتبدأ النجرة والمعاير والشكوى، البنت تقول أنا مو هذا الزواج اللي كنت أطمع فيه، صحيح. والزوج يقول مو هذه البنت اللي أنا كنت أتمناها، صحيح. غير كذي هناك في تدخل الآخرين، أي. يعني تدخل خاصة أم الزوجة وأم الزوجة هم الطرفين هذيل اللي قاعدين يشعللونها. طبعا احنا نقول الأم فعلا تخاف على بنتها، أي. والأم الثانية تخاف على ولدها، طبعا. بس مو بهالطريقة، تدخلكم قاعد يزيد المشاكل، صحيح. في أمر آخر أستاذي أيضا أتوقع هو من الأمور المؤثرة خاصة عند الشباب اللي حابين يتزوجوا، لما يقولون زوجوه خلي يعقل، ولا لما البنت تي تطلب من أمها وأبوها ويقولها تسوينا لما تزوجين، يعني هذه الأمور اللي تخلي إن الشخصين يلا نبي نتزوج عشان الشاب يعقل، وعشان البنت تقدر إن هي أو متصورة إن زوج وفارس الأحلام اللي بيها هو اللي راح يحقق لها كل أمنياتها وأحلامها. هذه الأفكار اللي قاعدين يحطونها عند الشباب في أذهانهم، هل ممكن إن هي تكون أحد مسببات الطلاق؟ إيه ما في شك، هو الزوج ما راح يعقل، ممكن ينن الطرف الثاني. بالضبط. والزوجة نفس الشيء، ما راح تقيم ما تقوم بأدوارها، لأن أصلاً إحنا ما هيئناها إن تكون ربة بيت صالحة. غير كذي وسائل الإعلام شقالة على قضية الزواج. صح. الزواج السلبي، يعني أغلب المسلسلات اللي نشوفها والأفلام قاعد تعطي صورة مشوهة عن الزواج. في خيانات وفي خلافات وفي صراخ وفي طلاق وفي طق وفي كذا، نفس الشيء يشوفون صورة الحمات ويشوفون صورة الجنة. صح. فالشباب اللي مقبلين على الزواج شنو فكرتهم الآن؟ شنو صورتهم الذهنية عن الزواج؟ صورة سلبية. فحتى لو قبل بالزواج راح يواجه المشاكل من البداية، صحيح. فيقول أنا حالي حال غيري خلنا أطلق. حتى الإحصاءات اللي قاعد تصدرها أحيانا بعض الأجهزة الحكومية تعطي صورة مرعبة عن الزواج، ليش؟ لأن قاعد يقولون 30% و40% من نسبة الزواج قاعد يتطلقون. هي هذه مو هذه الطريقة الصحيحة اللي قاعد نقيس إحنا فيها قضية الزواج والطلاق. إحنا إذا بنقيس فعلا خلينا نشوف اللي تزوجوا السنة هذه نفسهم وهم 5000 واحد، كم واحد من 5000 هذول تطلقوا؟ صح. لو قسناها فعليا ما تتجاوز 7%، صح. وهذه نسبة معقولة، فإحنا إيش حق نهول فيها؟ إيش حق نسويها يعني بيج ديل مثل ما يقول؟ إحنا ما ننكر إن حالة طلاق واحدة قد تضر المجتمع، طبعا. بس ما نكبر المشكلة، نعالج الحالة هذه. بعض قوانين الدولة تعين على الطلاق، تقول للبنت تطلقي، شلون؟ وتقول للولد طلق، ايه؟ شلون؟ على سبيل المثال خلنا ناخذ قانون الأحوال الشخصية، ايه؟ قانون الأحوال الشخصية عطى البنت المطلقة كل ما تتمناه، عطاها نفقة وعطاها خادم وعطاها سايق وعطاها بيت وعطاها كذا، فالبنت يعني ما تتردد تقول أنا باخذ حقي منك قصبا عليك إذا تطلقت، فهذا يعطيها حافز إنه يعني تسعى للطلاق ومو خايفة، فقاعد يقوي شوكتها. كثير من المحامين يشتكون من القضية هذه، صح. إن القانون واقف مع المرأة 100%. إحنا ما ننكر حق المرأة، حقها في الأمان وكونها شخص ضعيف، كونها ما تقدر تعيل نفسها ماديا خاصة إذا كانت مو متزوجة، بس مو نكسر ظهر الطرف الثاني، صح. إحنا نقول لو الزوجة ما كان عندها كل هالمزايا كانت على الأقل ترددت أنها تأخذ خطوة الطلاق، صحيح. احنا استاذي مستمرين في الحوار معاك وبنسألك أسئلة كثيرة على هذا الموضوع خاصة من الناحية القانونية، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا مع الأستاذ عثمان المحطب، خاصة في موضوع جدا مهم حاليا على المجتمع بشكل يعني كبير. قاعد نشوف نسبة الطلاق قاعدة، ممكن النسب مثل ما قلت إن هي غير صحيحة، لكن إحنا قاعد نهولها في هذا المجتمع. لكن فكرة أن القانون يدعم المرأة من هذه الناحية ممكن أنه هو يسبب زعزعة أو مشاكل في الأسرة تحديداً، أن هي ضامنة حقها لما تطلق، فما راح يهمها نظرة المجتمع، ما راح يهمها أحد، معاشها نازل، حقها قاعد تأخذه، الأمور هذه والمميزات اللي قاعد تخليها أن هي تلجأ إلى الطلاق. هل هذه النوع من القوانين أستاذي تحتاج إلى تعديل؟ إيه ما في شك تحتاج إلى تعديل، حسب رأيي اللي قاعدين يعانون منها اللي هم خلينا نقول القضاة والمحامين كذا لهم نظرة. مثال الآن الزوجة اللي تطلق عيالها يجنسون على طول، فكل الكويتيات المتزوجين غير كويتيين تقول خلينا تطلق، حتى لو طلاق خلينا نقول
مو حقيقي ها بس تطلق وتاخذ اوراق المتطلقة فعلا صحيح. وتزوج في ديره ثانيه بس على الاقل عيالها يحصلوا الجنسيه. قضيه الاسكان قاعد ينازع الزوجه على البيت مع الزوج فهذا قاعد يجرها اكثر. قضيه يعني حتى مساعدات الشؤون اللي تطلق راح تاخذ مساعدات شؤون وقاعد تعطينا حالات طلاق وهميه خاصه بين طالبات الجامعة على سبيل المثال اللي تطلق تزوج وتطلق عقب فترة بسيطة بس عشان تأخذ راتب الشؤون. فهذه كلها قوانين قاعد ما نقول تقوي شوكة المرأة لا بالعكس هي قاعد تعطيها جرأة أكثر أن تطالب حقها أن ترفع صوتها أن أنا ما يهمني طلقتني ولا ما طلقتني أنا راح أخذ حقي منك. عشان كذي أغلب القانونيين يقول قوانيننا تحتاج إلى مراجعة خاصة أنها قد تكون غير مطابقة شرعيا في بعض الجوانب. ليش؟ لأن أنا قاعد أخلي الزوجة تتجرأ بينما لو كان القوانين خلينا نقول منصفة أكثر ما نقول ما توقف جانب الزوجة لا بالعكس بس ما تكسر ظهر الزوج إيه؟ على الأقل راح الزوجة تتردد قبل لا تطلب الطلاق. زي إذا تطلقت أنا وين بروح؟ أنا وين بسكن؟ أنا من يصرف علي؟ ما راح أحصل جنسية حق عيالي على سبيل المثال. في قضايا كثيرة فالزوجة تتريث قبل لا تأخذ القرار. إذا بتكلم أستاذي على الانعكاسات من بعد الطلاق على الزوجين وعلى الأطفال يعني أتوقع الأشخاص المتأثرين أكثر بحالة الطلاق تحديدا هم الأطفال فشون ممكن أنه هو يأثر عليهم هذا الموضوع؟ طبعا الطلاق جريمة في حق الكل، جريمة في حق الزوجة، في حق الزوج، في حق الأبناء، في حق المجتمع. إذا فعلا الأبناء هم أكثر متضررين هذا ما يعني أن الباقيين ما قاعد يتضررون. الأبناء فعلا يتضررون نفسيا، يتضررون جسديا، يتضررون عقليا، يتضررون اجتماعيا في كل الجوانب. هذه لو أخذناها واحدة واحدة وفصلنا فيها على سبيل المثال هنقول شلون يتضررون نفسيا. أول شيء الطفل يفقد الثقة في نفسه. ليش؟ لأنه ما عنده سند، إما أنه هو قاعد مع أمه فيفتقد سند أبوه أو قاعد مع أبوه يفتقد حنان أمه فيحتاج يعتقد أنه هو ضعيف. راح يبدأ يعتقد أنه هو سبب المشكلة هذه بين أمه وأبوه حتى لو ما كان حقيقي ها؟ بس صح. هذه الصورة اللي قاعد توصل له. راح يعيش صراع بين الأم والأب وكل من يبيه. فإما يكون مدلل زيادة عن اللزوم كل من يعطيه فلوس عشان يكسبه صح. أو كل من يتنازعه يعني بالقوة في المحاكم في القضايا فيصير هو مشوش. راح تظهر عليه أعراض سيكوسوماتية نسميها اللي أعراض نفسية جسدية بسبب نفسي. راح يعور بطنه وايد، راح يكون راسه يعور وايد ايه؟ ما ينام بالليل، ما يأكل عدل، عنده اضطرابات في النوم، عنده قضايا كثيرة راح تأثر عليه. يبدأ يمصب على سبيل المثال، يبدأ يقضم أظافره، تطلع عليه أمراض الحساسية وهكذا. هذه كلها تأثر عليه جسميا. نعم. إذا شفنا الاجتماعيا على سبيل المثال علاقاته راح تختفي اللي كانت في السابق أو راح تقل إلى الحد الأدنى. الأم إذا كانت في صراع مع الأب ما راح تودع عيالها عند عمامة أو إذا كانوا عند الأب ما راح يودي عند خواله فراح يفقد جزء كبير من علاقاته. نفس الشيء راح يغيرون مكان سكنه اللي كان ساكنين فيه قبل، راح ينتقل لمدرسة ثانية، راح يكون ربع يدد، راح يبدأ مشاجرات داخل المدرسة لأنه مو قادر يعبر عن معاناته قدام أمه وأبوه فيطلعها داخل المدرسة. راح يتهاوش تكثر مشاكله، راح يتعرض إلى قلق إلى اكتئاب، راح ينضم إلى شلل اللي داخل الفريج عشان ينحاش من البيت فيكون خلينا نقول عصابات، راح يمارس سلوكيات غير مرغوبة اجتماعيا. نعم. كل هذه تأثير اجتماعي عليه. غير كذي عندنا شنو قلنا اجتماعي ونفس المادي. المادي راح يعاني ماديا إما بالإفراط في الصرف عليه مثل ما قلنا كل من يحاول يكسبه صح. أو في التقتير عليه لأن قاعد يصارعون عليه صح. الأب قال إذا الأم تبي تأخذ أنا ما نصارف عليه خلي تحمله فقاعد يقصر في حق الولد فقاعد يعاني من كل الجوانب. إنزين شلون ممكن إن إحنا نحد من هذه الأمور السلبية من ناحية الطلاق على الطفل؟ إحنا طبعا الطلاق هو أبغض الحلال ما نقدر نمنعه طبعًا. بس نقول إذا كان الزوجين مطايقين بعض بيطلقون بعض ما عندنا مشكلة بس لا يطلقون العيال لا يطلقون الخوال لا يطلقون العمام. من حق الأبناء أن يلتقون في خوالهم وعمامهم حتى لو الزوجين مو يعني مو متغالمين. مو من حق الزوج أو الزوجة شو صورة الطرف الثاني قدام الأبناء لأن الأبناء ما راح يتقبلونها. زين أنا أوقف مع أمي ولا أوقف مع أبوي؟ إذا رحت بأبوي قاعد يشيشني على أمي، إذا رحت لأمي قاعد تكرهني في أبوي، هو سبب الحالة اللي إحنا فيها. فالأبناء راح يعيشون صراع.
الحل الأمثل طبعا يقعدون الزوج والزوجة على طاولة واحدة، يبقى احنا وصلنا إلى طريق مسدود، احنا لازم ننفصل، امساكم بمعروف او تسرحهم باحسان، انت شنو تبين مني وانا شنو ابي منك، نتفق عليها. هذا اسميه الطلاق الصحي، هذا الطلاق الايجابي احنا الايجابي اللي ما في ضرر لا على الزوج ولا على الزوجه ولا على الابناء. حتى لو وقع الطلاق زين فهو طلاق ايجابي، انا ما زلت اتواصل مع شريك حياتي لصالح ابنائي، ما زلت اتواصل مع اهل زوجتي لان ما لهم ذنب في المشكله اللي صارت بيني وبين زوجتي. ونفس الشيء المطلقه تتواصل مع اهل زوجها، هذه مو صوره مثاليه، هذه الصوره المفروض تتم. هذيل ما زالوا اجداد عيالك، ما زالوا عمات عيالك، فليش انا احرمهم منهم؟ ليش اشوه صورتهم؟ فالافضل ان نتفق احنا كزوجين شلون راح يكون يعني مستقبل علاقات ابنائنا. ما ننقلهم من مدارسهم يقعدون في مدارسهم نفسها، ما اغير فريجهم في قضايا كثيره لازم يكون فيها استقرار للابناء حتى يحسون بالاطمئنان اكثر، وانا اقعد القنهم يوميا ترى المشكله اللي بيني وبين امكم ما لها علاقه فيكم، واحنا ما زلنا نحبكم وامكم تحبكم وابوكم يعزكم وكذا، فهذه تعطي الابناء اطمئنان اكثر ويقدرون يعدوا المرحله، عسى الله نكتب شيئا يعني افضل في المستقبل. نعم، هذا الطلاق او ثقافه الطلاق السليم نقدر نقول موجود في المجتمعات الاوروبيه والاجنبيه اكثر شيء، لكن احنا لازلنا نعاني من ان احنا نفهم ان هناك طلاق سليم. ما له داعي ان احنا لما الشخصين يطلقون عائلتين ما يحبون بعض، عائله كامله ما تحب عائله كامله اخرى، فهذا الامر قاعد يعزز من السلوكيات السلبيه لدى الطفل ولدى الاسره تحديدا، الكراهيه، الحقد وغيرها من المشاعر السلبيه. شلون ممكن ان احنا نعزز ثقافه الطلاق السليم؟ يعني ان شاء الله ما يصير هذا الشيء، لكن اذا حصل ووصل الزوجين الى طريق مسدود المفروض انه يكون هناك سلم في الموضوع. هذه مسؤوليه مجتمعيه، زين كل مؤسسات الدولة مسؤولة عنها، مسؤولة عنها وزارة العدل على سبيل المثال، إذا وصلوا عندنا بيتطلقون في لجان تقعد معهم من الاستشاريات يوعون الزوجة شو اللي راح يصير فيك مستقبلا، ويوعون الزوج شو اللي راح يصير مستقبلا، وياريت تتفقون على قضية التعامل مع الأبناء مستقبلا، حقوقهم شنو، واجباتكم تجاههم شنو، فيكون عندهم يعني صورة أوضح. نفس الشيء بالنسبة لوزارة التربية في خلينا نقول في المناهج تدخل قضيه المطلقين والمطلقات ومشاكلهم وشلون نحل المشاكل. وزاره الاعلام لازم تخفف من الحده اللي قاعد تمارسها تجاه الاسر في قضيه الطلاق ومشاكل الطلاق والزواج الثاني والجنه والحماتة، لازم يعني نعدل الصوره الذهنيه للمجتمع. الصحافه، وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعد تسبب الان حالات كثيره لازم يكون فيها ايضا توعيه، لازم يكون في دورات تدريبيه حق المقبلين على الزواج عشان يعرفون حقوقهم وواجباتهم، عشان يعرفون الطرف الثاني شنو هو، هو مو بس شريك في 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 قضيه معينه، لا شريك عمر زين. وحتى لو اختلفنا كما يختلف الاصدقاء نرجع نتصالح، احنا نقول للازواج تهاوشوا فعلا وبس تصالحوا ما في مشكله، اما اني انا ادخل في قضيه صراع يومي وكسب حلفاء لي وأجيب محامين وأجيب كذا، هذه نهايتها طبعا سلبية على كل الأطراف. صحيح، بالنهاية الزواج هي ثقافة يجب أن يكتسبها كلا الطرفين، مو عشانهم بس وعشان الأسرة اللي يبنونها، الأطفال تحديدا تأثير كبير عليهم، مثل ما تكلمنا توا مع الضيف أن الطفولة هي مرحلة صعبة جدا، لازم الزوجين يكونون عندهم الثقافة والوعي الكامل من ناحية الزواج عشان يخططون لمستقبل عيالهم ومستقبل أسرتهم. كل الشكر لك أستاذ عثمان المحطب استشاري أسري على تواجدك معنا اليوم. الله يحفظك بارك، شكرا لك. مشاهدينا احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى وفي نفس الموعد، فما الله.